تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة. ورفع سموه في البرقية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات. وأعرب سموه عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الفوز الباهر الذي تحقق لمملكة البحرين بفضل ما تحظى به هذه الرياضة العالمية من رعاية كريمة واهتمام ودعم متواصلين من جلالته أيده الله ورعاه، مؤكدا على مكانة البحرين المرموقة وجدارتها بين دول العالم في تحقيق مثل هذه الإنجازات والنجاحات الرياضية في سباق السيارات العالمية، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يحقق لمملكة البحرين أعلى مراتب التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.